تالين العاصمة الأستونية أحيت ذكرى 20 لحادثة غرق السفينة أستونيا. الحادثة أودت بحياة 852 شخصاً. معظم الضحايا كانوا من السويد وفنلندا. السفينة غرقت في ساعات الصباح الأولى من 28 من شهر سبتمبر من العام 1994. السفينة استونيا كانت في طريقها من تالين إلى ستوكهولم وغرقت قبالة شواطئ فنلندا. ومن بين الضحايا في تلك الحادثة كان السفير الفنلندي ومساعديه.